بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بـ C Programming Language أو البرمجة بلغة C، والنهاردة إن شاء الله يعني بداية كتابة الكود بتاعنا. وطبعا لو فتحت أي تكست بوك في البرمجة هتلاقي إن المثال الأول في كتابة الأكواد هو Hello World، أو بمعنى بتاعنا السلام عليكم. البرنامج ده مع إنه بيبقى بسيط لكن بيبين الأوتلاين بتاعة اللغة ومكونات اللغة. برنامج بسيط، الهدف منه طباعة رسالة هيلو وورلد أو السلام عليكم، أو أنا بحط تملي في القرص بتاعي I am فاشل، بنطبعها في بداية البرنامج. طيب تعال نشوف الكود بتاعنا. طبعا حضرتك عارف أن المحاضرة اللي فاتت خلاص شفت مزايا لغة السي، واتكلمت على أن في فيرجن من السي احنا شغالين عليها اسمها NC Standard C، وعرفنا الفرق بين السي والسي بلس بلس، وشفنا خطوات كتابه البرنامج بالسي. النهارده ان شاء الله هنجربها مع بعض. واتكلمت على الستاندرد انبوت والستاندرد اوت، واتكلمت على ان انا هكتب في الاي دي اي اللي اسمه كود بلوكس. الاجنده بتاعتنا النهارده ان شاء الله هنشوف الهيلو وورلد لي اوت، هنعرف يعني ايه فانكشن، هنعرف يعني ايه برنتسيز، الارجمنت بتاعت الفانكشن، هنعرف في كي وورد اسمها void، هنشوف كمان الانت، هنشوف الريتيرن، وهنتكلم على البلوكس وازاي تحدد البلوكات عن طريق البروسيس، ثم هنتكلم على الهيدر فايل، وهنتكلم على السترينج كونستنت. البرنامج ببساطة زي ما حضرتك شايف قدام حضرتك عبارة عن برنامج بسيط، في جملة اسمها برنت اف اي ام فاشل، وسيمي كولون موجودة في نهاية الجملة بتاعتنا، في اقواس، الاقواس دي بتقال عليها بروسيس، اوكي، وفي البرنتسيز بعد المين، وفي مين بالنسبه لنا دي، وهنعرف ان المين بعد شويه عباره عن فانكشن نيم. وفي هنا سطر في بدايه البرنامج محطوط قدامه هاش او مسبوق بهاش، لو الناس ذاكرت المحاضره اللي فاتت هتلاقي ان الهاش دي كنا بنقول عليها دايركتيف، وبنلاقي انكلود، وفي فايل دوت اتش، دوت اتش دي يعني هيدر فايل، وده ستاندرد انبوت اوت يعني بتعمل انكلود، والجزء ده كنا شفناه في البري بروسيسور لما قلنا ان انت بتعمل انكلود للايبراري عشان تحطها معاك في السورس فايل بتاع البرنامج، وهنلاقي فيه كي وورد اسمها ريتيرن. تعالى نشوف البرنامج ده بالفعل نكتبه. خلاص انا فتحت الكود بلوكس، هعمل كرييت نيو بروجكت، احاول بس اكبر الشاشه شويه. زي ما احنا شايفين الانفايرمنت بتاعتنا او الاي دي اي، هنعمل كرييت نيو بروجكت، هنختار كونسول ابلكيشن، وبعدين next، هنختار بنكتب بلغة C next، وهكتب الفايل بتاعي هسميه مثلا hello world، هسجله فين، هنغير بس المسار، اشوف المسار بتاعي اللي انا عامله. شوف حضرتك عاوز تحط الفايل بتاعك فين، اوكي نيكست، هختار الكومبايلر وفينش كده. خلاص البروجكت بيتكريت. بص هنا على التاب اللي على اليسار هتلاقي فيه سورسز، هفتح ده هلاقي فيه المين، دبل كليك على المين هتلاقي الفايل موجود مع حضرتك زي ما انت شايف، هتلاقي فيه بشكل ما انكلود ستاندرد انبوت اوت، وفي ستاندرد لايبرري، ممكن تشيل دي مفيش فيها مشكله خالص، نقدر نشيل دي، وهتلاقي فيه انت مين. تعال نكمل الموضوع، void نفس البرنامج اللي كان معانا، وهنكتب هنا I am فاشل، ده بس مجرد التهريج مش اكتر، و return 0، وفي البروسيس موجوده مع حضرتك. البرنامج اللي حضرتك شايفه قدامك ده الاوتلاين بتاع البرنامج. البرنامج ده جاست دوره في الحياه ان هو يطبع رساله على الشاشه. طيب اول حاجه تعال نشوف المين. المين دي فانكشن، والفانكشن بتاعت المين، البرنامج بتاعك ربما يحتوي على فانكشن او اثنين او ثلاثه. الفانكشن الرئيسيه اللي بيبدا من عندها الاوبريتنج سيستم تشغيل البرنامج بيبدا من المين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لو غيرت المين لاي داله ثانيه البرنامج بتاعك مش هيشتغل. الحاجه الثانيه لغه السي كيس سنسيتيف. يعني ايه كيس سنسيتيف؟ يعني الحاجه اللي سمول تتكتب سمول، والكابيتال الكابيتال. يعني لو حضرتك كتبت انت بالشكل ده وقمت رايح عامل انت بالشكل ده، وهنعرف يعني ايه انت بعد شويه، دي مش معروفه. طبعا انت واضح ان مميزه، وطبعا دي مزايا بقى الاي دي اللي ايه، ان حضرتك بتكتب وزي ما انت شايف الكي وورد بتاخد الوان معينه، المسج بتاخد الوان معينه، تمام.
زي ما قلنا خلاص مين دي فانكشن، مين اللي قال لك ان مين فانكشن؟ مين فانكشن عشان البرنتسيز او الاقواس اللي من النوع ده وراه. يبقى ساعه ما تلاقي ميم وراء القوسين دول تعرف بشكل ما ان ده فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ الفانكشن ده عباره عن بيس اوف كود، اوكي، من ناحيه ان انت بتنظم البرنامج، فكل بيس اوف كود مرتبط ببعضه بتعمله فانكشن، وهنعرف يعني ايه الفانكشن بعد كده. اوكي، زي ما اتفقنا فانكشن ده بالنسبه لحضرتك، يعني لو انت ماسك الريموت بتاع التلفزيون عشان بتعلي الصوت فانت بتعمل كولينج الفانكشن. البروجرام بتاع الغساله دي بروجرام، البروجرام ده بتعمل كولينج ليه. حضرتك بتنادي حد بيقلم الاشجار والاخر بتاع الجنينه او الحديقه، ده بيعمل لك فانكشن. بتركب كريم او اوبر بتعمل فانكشن، اوكي، ده جاست عباره عن فانكشن. بتجيب الجذر التربيعي لحاجه، ده فانكشن. الفانكشن دي عشان ان دي فانكشن، فالمفترض الفانكشن دي بشكل ما ليها انبوت وليها اوت. يعني الفانكشن مين دي؟ انت اللي قدام دي، انت يعني انتجر. انتجر يعني ايه؟ نوع من المتغيرات، نوع من المتغيرات. هو بيقول ان الداله دي لما بتشتغل بترجع للاوبريتنج سيستم او للبرنامج اللي نده عليها بمتغير من النوع انت. هنعرف الكلام ده حالا. طب الداله مين دي وهي بتشتغل؟ محتاجه ايه عشان تشتغل؟ هتبصلها ايه؟ يعني ايه تبصلها ايه؟ يعني حضرتك مثلا كنت لما بتتفق على بتعمل فانكشن، والفانكشن دي بتقول والله انا لو قلت لك واحد اعمل كذا، يعني بتعمل كول لعامل وهتدي له شفره، لما تدي له رقم واحد يعمل لك ايه، لما تدي له اتنين يعمل ايه. فالبارامتر او المتغيرات اللي انت هتبصيهم للداله بتقال عليها ارجومنت. هنا حاليا مفيش ارجومنت بتتباصى او ان انت هترميها للداله مين، عشان كده بنحط مين؟ بنحط void. فvoid معناه ان الدالة مين وهي بتشتغل مش محتاجة حاجة من الoperating system. int معناه ان الدالة بترجع بانتجر. طيب الفانكشن دي عشان تبدأ محتاجة مين؟ محتاجة delimiter. delimiter يعني بتحدد بداية ونهاية الدالة. الاقواس دي بتقال عليها process. يبقى انا عندي two process في بداية الفانكشن ونهايتها. كل statement داخل السي، كل جملة كاملة المعنى داخل السي لازم تنتهي بين، لازم تنتهي ب سيمي كولون او الفاصله المنقوطه. طيب برنت اف بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ برنت اف واضح ان برنت اف عباره عن اسم وراه مين؟ وراه البرنتسيز، وبالتالي البرنت اف عباره عن فانكشن. طيب الفانكشن دي بتعمل ايه؟ الفانكشن دي الرول بتاعتها او دورها كله في الحياه ان هي تطبع مسج على الشاشه، تطبع مسج على الشاشه. طب يا ترى البرنت اف دي حضرتك كبروجرامر كتبت الكود؟ يعني قلت ان عشان برنت اف تشتغل المفروض تعمل 1 2 3 4، كتبت اكواد، كتبت اوامر؟ لا ما كتبتش. امال انت عملت ايه؟ انت جاست عملت كولينج، كولينج او استدعاء للفانكشن اللي اسمها برنت اف. وبرنت اف دي مش موجوده داخل السورس كود بتاعك، الكود بتاعها. امال الكود موجود فين؟ موجود في لايبرري. اللايبرري دي منين؟ من الستاندرد لايبرري بتاعه السي، اللي هي بقى موجوده فين؟ في هيدر فايل اسمه ستاندرد انبوت اوت دوت اتش. ده هيدر فايل بيحتوي على الديسكريبشن بتاع البرنت اف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حضرتك شلت او عملت كومنت على السطر ده او حذفته واستدعيت البرنت اف، الكومبايلر بتاعك ما يعرفش البرنت اف. تمام؟ طيب البرنت اف ايه الارجومنت بتاعتها؟ يا ترى برنت اف void مثلا او اقواس مفتوحه بس او اتنين بارامتر بيتباصوا ليها هنا؟ لا، ده عباره عن مين؟ عباره عن مسج. مين اللي قال ان دي مسج او سترينج او رساله؟ الدبل كوتس اللي موجوده دي، الدبل كوتس دي رساله، وبالتالي برنت اف دورها ان تطبع الرساله اللي بين الدبل كوتس. اوكي، يبقى البرنت اف تطبع الرساله اللي بين الدبل كوتس. ده زي ما قلنا عليه اسمه مسج كونستانت او سترينج كونستانت، ثابت، رساله ثابته مش متغيره. اوكي، ده البرنت اف. طيب يبقى انا عندي المين ثم جواه فانكشن اسمها برنت اف، عرفنا يعني ايه مسج، وعرفنا يعني ايه سيمي كولون اللي بتنهي كل سطر، ثم بعد كده مين؟ ريتيرن. ريتيرن ده بيرجع لي الفانكشن الرئيسيه اللي طلبت البرنامج. طب مين الفانكشن الرئيسيه اصلا؟ هي الفانكشن مين اصلا؟ اوكي، مين اللي استدعاها؟ الاوبريتنج سيستم. وبالتالي انا برجع للاوبريتنج سيستم بمين؟ بزيرو. معنى رجوعي بزيرو يعني الداله نجحت، انا كده نجحت ريتيرن زيرو. لو ريتيرن اي رقم غير الزيرو معناه ان الداله فشلت او حصل مين؟ او حصل خطا. وبالتالي لو انت ما كتبتش ريتيرن خالص في داله لازم ترجع بحاجه، اوكي، يعني دلوقتي المفترض انت بتقول لي الداله بتاعتي بترجع بانتجر، لو انت شلت الريتيرن خالص، شلتها، حذفت الجمله دي خالص، اوكي، او ريتيرن اي حاجه تانية بخلاف الزيرو، هيبقى فيه خطا.
معنى وصول الزيرو معناه ان الداله بتاعتي اشتغلت صح. وبالتالي انت لما بتحذف الريتيرن خالص او بتحط الريتيرن بدون ما بتضع زيرو هيتولد راندوم نمبر. الراندوم نمبر ده ربما يكون زيرو فالداله نجحت، وربما يحصل الخطا وينتج رقم غير الزيرو وبالتالي يحصل ايرور مسج في السيستم بتاعك. طيب نرجع للبرنامج الرئيسي نشوف بس لسه معانا ايه. خلاص عرفنا الفانكشن، وقلت الفانكشن دي في بعض اللغات بيطلق عليها سب روتين او بروسيدور او سب فانكشن او سب روتين، او في بعض اللغات عاليه المستوى بيتقال عليها ميثود. وعرفنا المين ودور المين، وعرفنا ان المين عباره عن اول فانكشن الاوبريتنج سيستم بيبص عليها عشان ينقل ليها الكنترول. وعرفنا ان اللغه بتاعتنا كيس سنسيتيف، وعرفنا انت معناها ايه في البدايه، وفويد معناها ايه داخل الاقواس على انها ارجومنت ومفيش ارجومنت هنا حاليا. كمان من ضمن الفيتشر بتاعت لغه السي ان اللغه بتاعتي في ثلاث حاجات بيتقال عليهم الوايت سبيس كاركتر، اللي هم السبيس المسافات مسطره المسافات، ثم التاب او الصداده وانتر. الثلاثه دول بيتقال عليهم وايت سبيس كاركتر، ولحسن الحظ الكومبايلر بتاعنا بيعمل اجنور للوايت سبيس كاركتر. ودي مهمه جدا. مهمه في ايه؟ ان انا بقدر اعمل حاجه اسمها اندنتيشن. يعني ايه اندنتيشن؟ يعني عاوز اقول هنا قبل البرنت اف في مسافات، لو انا حركت ده مسافه هيحصل حاجه، لو زقيته مسافه يحصل حاجه. الكومبايلر مش هيشوف المسافه دي خالص، زي ما قلنا الكومبايلر ده هو مترجم شاطر جدا في اللغه اللي انت بتكتبها، وبالتالي لو انت سبت مسافات الكومبايلر ما عندوش مشكله، لان بيعمل ايه؟ بيعمل اجنور للوايت سبيس كاركتر. طب انت بتستفيد بيها ايه؟ بقدر استفيد بيها ان انا بعمل حاجه زي البادي او البلوك، ان المين دي عباره عن فانكشن. طب فين محتوى الفانكشن او البادي بتاعها او البود بتاعها باللغه العاميه؟ هو البرنت اف والريتير. مين اللي عمل كده؟ ان حضرتك خليت عملت اندنتيشن. يعني ايه اندنتيشن؟ ان انت سبت مسافات بدء في الاول، اوكي، بقى عندك فيه بلوك او سيل، اوكي، او جزء او البادي بتاع مين؟ بتاع المين. فكلما اتيح لك كده اعمل ده عشان تخلي البرنامج مور ريدابل. مور ريدابل، اوكي. عرفنا خلاص الجمله بتاعتنا اللي بتطبع اللي هي اي ام فاشل، ودي قلنا عليها دي الارجومنت بتاعه الداله برنت اف. وقلنا ان الاي ام فاشل دي عباره عن مين؟ عباره عن سترينج كونستانت. مين اللي قال ان هي سراوندد باي مين؟ باي كوتس، اوكي. واتكلمنا على الهيدر فايل اللي بيحتوي على الديسكريبشن بتاع الداله مين؟ البرنت اف. وقلت ان السي عباره عن كيس سنسيف. اتكلمت على الريتيرن، واتكلمت على السيمي كولون اللي بختم بيها اي جمله كامله، واتكلمت في عدم وجود الريتيرن او وجودها، اوكي. تعال بقى ننفذ البرنامج اللي كان معانا. تقريبا كده عرفنا شكل البرنامج، عباره عن مجموعه من الهيدر فايل، عباره عن فانكشن رئيسيه بتسترعي فانكشن اخرى، الفانكشن الاخرى دي ليها ارجمنت، كل داله بشكل ما ليها ارجمنت، سواء كانت موجوده هتحط هنا المتغير بتاعها، او مش موجوده بحط مين؟ بحط الفويد. بترجع بداله او بترجعش، يعني المين لو ما بترجعش بحاجه بحط فويد، بترجع بحاجه بحط انت. الكلام ده هيوضح اكتر في التمارين اللي جايه ان شاء الله. شفنا الريتيرن وشفنا الستيتمنت بتاعتها. تعال بقى نعمل بيلد اند ران. زي ما انت شايف بقى الشاشه قدامك باين ان طبع الرساله اي ام مين؟ اي ام فاشل. تقدر بقى تغير الرساله بتاعتك وتكتب هنا مثلا ويلكم، اوكي، ويلكم تو كورس او ويلكم تو ماي كورس، اوكي. وتقدر تعمل بيلد اند ران، هتلاقي طبع لك الرساله ويلكم تو ماي كورس. لو شلت السيمي كولون دي، اوكي، وعملت بيلد اند ران، هيبدا يظهر معاك الاخطاء. مش عارف الفونت باين مع حضرتك ولا لا. هنا دلوقتي هتلاقي ايرور اكسبكتد سيمي كولون بيفور ريتيرن، متوقع منك ان تحط سيمي كولون بيفور ريتيرن. مش عارف هل ممكن نكبر ده ولا لا. اوكي، الرساله اللي ظاهره دي ايرور اكسبكتد سيمي كولون بيفور مين؟ بيفور ريتيرن. طبعا خد بالك ان مش معنى ان انت سبت او ارتكبت خطا واحد سواء كنت بتجرب ولا لا ان يطلع لك خطا واحد، لا، ربما سيمي كولون تيجي في وقت من الاوقات وتلاقي قدامك مثلا 200 300 خطا. الموضوع ده اللي بيعمله مين؟ اللي بيعمله ربما خطا واحد، مش بالضروري ان يكون ارتكبت 200 خطا عشان يطلع لك رساله 200 مين؟ 200 ايرور، اوكي. وطبعا البرنامج محدد ليك المكان اللي بيشتبه فيه ان فيه الخطا، حطيت السيمي كولون بيلد اند ران والدنيا تمام، وطبع الشاشه قدامك على طبع الرساله قدامك على الشاشه. في ختام اتمنى لحضرتك المحاضره تحوز على اعجابكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم وتوقفش الخير عند حضرتك. لو عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب، ونلتقي في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.